عندي على النار كوباية من عصير العنب يغلو على النار، عشان أجيب كوباية من القراصية بتاعتي، القراصية المخلية أقطعها منها أشيل منها البذر، وفي الأثناء دي على ما يسخن عصير بحط كوباية من السكر في المكنة، وأحط عليهم كوباية من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. أنت شايف كده يا حسني، حطيت كوباية زبدة وكوباية سكر على السرعة الأولى، أدوبها مع بعض كده خطواتك كده قدامك، وفي الأثناء دي حطيت كوباية من عصير العنب الأحمر على النار تغلي، وجايب كوباية من القراصية البرون شلت منها النوى قطعتها مكعبات عشان أعملها بوريه معجون. أول ما يغلي الكلام ده أنزله وأديله معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم عشان الكيمياء تشتغل وتهريها وتبقى معجون خالص يا جمال. وهنا في الأثناء دي عندي كوباية ونص، كوباية ونص هنا من الدقيق أهو يا حسني، كوباية ونص من الدقيق، أحط لها ذرة ملح وأحط لها ذرة بهار، بهار يا حسن ونص معلقة من البيكنج باودر، وعندك معلقة من اللوز المحمص، ومعلقة من بشر البرتقال، معلقة من بشر البرتقال، ومعلقة من بشر الليمون، وتقلبي الكلام ده كله بعده، بعد ما تضيفي لهم نص كوباية من الزبيب. يا تركاتك يا حسن. يبقى البهارات بالدقيق خد الملح والبيكنج باودر والبهار والزبيب وبشر الليمون وبشر البرتقال كله مع بعض كده مع بعض. وهنا تعالى شوف بقى العصير بتاعي غلي كده، بص التريك يا حسني، العصير بتاعي غلي، اول ما يغلي كده نزل عليه القراصية برون وتاخد غلوة، واديله بقى معلقة صغيرة بيكربونات صوديوم عشان الكيمياء تشتغل زي ما انت شايف كده قدامك، وتفرمها، واجيب الهاند بلندر بتاعي، اجيب الهاند بلندر بتاعي عشان اخليها معجون. يا جمالك يا حسني، يبقى خطواتك كده، وظبط الفرن على درجة حرارة 180 نعمها خالص، والبيكربونات الصوديوم والزبدة والسكر عندك في المكنة. وهنا بعمل القراصية في عصير العنب معجون عشان استمتع بأحلى كيكة في الدنيا، لها كيكة القراصية. نعمي نعمي خالص. بعد كده علي على الزبده بعد ما السكر داب كويس، وهنا الخليط بتاعي على النار بيغلي بيتفاعل البيكربونات الصوديوم مع البلح وعصير العنب الاحمر، بقت معجون خلاص. تاكد ان هي نعمت، عندكيش هاند بلندر في الخلاط. وبعد كده يا حسني اروح جايه فرداها واسيبها تبرد عشان ما تسيحليش الزبده. تعالى هنا بقى ارجع للزبده، كوبايه الزبده وكوبايه السكر نعمه كده، هدي لها اربع بيضات بيضه بيضه. يا تركاتك يا عم حسني، واحده واحده كده عشان ما تسيبش عندي، واحده واحده كده مع بعض. وفرني على درجه حراره، فرني على درجه حراره 180 عشان الكيكه دي هتقعد 45 دقيقه على ما تستوي. وذرة من الملح والفانيليا، وعندي معلقتين عسل اسمر، خد بالك بقى من التركه دي، معلقتين عسل اسمر قدامك اهو، العسل الاسمر الجميل للكيكه يديك قيمه غذائيه عاليه وفي نفس الوقت يديك طعم جميل. يا جماله، وبعد كده اجيب الجناب بتاعت المكنه بتاعتي عشان اتاكد ان الخليط بتاعي، اجيب الجناب عشان اتاكد ان الخليط بتاعي كله متجانس، انزل اللي على جدران المكنه زي ما انت شايف كده حسني، واجيب الفورمه بتاعتي مقاس 22، ادهنها ماده دهنيه زي ما انت شايف كده الفورمه يا حسني. عندي بعد ما خلصت كده خالص، تعال اما نشوف القراصية اللي انا فرمتها بقت معجون ازاي يا عم حسني، وبردت ادي القراصية قدامك اهي. يا تركاتك يا عم حسني،
ادمجها مع كل المكونات، وبعد كده اعبيها في فورمه وادخلها الفرن اللي مظبوط على درجه حراره 180 لمده 45 دقيقه. اعرف ازاي؟ احط جواها خله او سكينه صغيره طلعت بكل سهوله وما فيهاش اي سائل تبقى استوى. يا تركاتك يا عم حسن، ادمج كل شيء مع بعض. الفرمه بتاعتي قدامك اهو، وهات جنبها، وبعد كده تعالى نعلق على كريسماس كيك بقى، ريتش كيك اغلى يا جماله. زي ما انت شايف كده قدامك التفاصيل، وبعد كده هناخدها نجيب الجناب بتاعتها عشان نتاكد ان كل شيء اندمج، وتعالى نحطها في الفورمه اللي مدهونه ماده دهنيه، وادخلها الفرن على درجه حراره 180 لمده 45 دقيقه. شفت بقى؟ بيس من ده، حته من دي تديك طاقه، لان القراصيا والزبيب واللوز والتركات والحركات والعسل الاسود فيها يديكي طاقه ما حصلتش بتركاتك، وهتشوفيها اما نخلصها وهنزينها لك ازاي تزيينه الايسنج بتاع الكريسماس.